حول الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف من القامشلي ريزان كيلو، رئيس الرئاسة المشاركة والحماية الذاتية في هيئة الدفاع لقوات سوريا الديمقراطية. سيد ريزان، مساء الخير، أهلا بك معنا. المعارك العنيفة ما بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش لا زالت مستمرة ووصلت إلى أبواب الرقة مع تحرير العديد من النقاط الجديدة. إلى أين وصلت المعارك وماذا حرر خلال الساعات القليلة الماضية أو اليومين الماضيين على الأقل؟ تحياتي لكم ومكتبة المشاهدين قناتكم الكريمة. سيدتي، طبعا الحملة الكبرى لعملية تحرير مدينة رقة مستمرة، وطبعا تم حصار رقة من المدينة مدينة رقة من جهاتها الرابعة، وطبعا تم دخول من المنطقة الشرقية والغربية من المدينة إلى أحياء، وتم تحرير عدة أحياء وشوارع وحتى مراكز تم تحريرها. وطبعا نحن اصبحنا على اعتاب المدينه القديمه بعد المسجد والصناعه. نحن وصلنا الى المدينه القديمه، شوارع المدينه القديمه من جهه، وبعد التحرير حد السباهيه وحطين والرومانيه طبعا تقدمنا وتم تحرير طبعا حي البريد وكلية العلوم والمشهد والرومانية، حي الصناعة، حي سينا. وقواتنا الآن على مشارف الكوريشي من جهة أخرى. فالمناطق داخل المدينة، أحياء ما هو محيط المدينة بالكامل تم تحريرها طبعا. ونتوقع اليومين القادمين نعم وصول قواتنا من الجهة الشرقية إلى ما قبل وسط المدينة. طيب سيد ريزان، أيضا سمعنا بأن داعش يلجأ إلى الألغام، يلجأ أيضا إلى القناصة في المعركة في الرقة، يعني يحاول ربما المقاومة. ممارسات داعش الأخيرة ماذا كانت وكيف تواجهون هذه ربما الخطوات التي يلجأ لها داعش، سواء الألغام سواء القناصة وما إلى ذلك؟ طبعا في جميع معاركنا مع داعش دائما يستخدم نعم سيد ريزان. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد ريزان جيلو، الرئيس الرئاسة المشتركة والحماية الذاتية في هيئة الدفاع لقوات سوريا الديمقراطية، كان معنا عبر الهاتف مباشرة من القامشلي.